مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا رمضانية. اليوم حنتكلم عن بعض العادات الغريبة والجميلة في بعض الشعوب حول العالم. بعضها مش حنحكي عن، حنحكي عن 10 شعوب، أشياء غريبة سريعة، حلقة سريعة إن شاء الله تنبسطوا فيها. وخلونا نبدأ بالسودان الشقيق. طبعا من أحد أهم هذه العادات أنه لابد أن يتم تجديد أواني المطبخ احتفالا بقدوم الشهر الكريم. برضو يتم تدريب النساء على تجويد القرآن كل صباح. ولكن أكثر شيء غريب في السودان أنه حكينا أنه لازم يكون الإفطار جماعي، حيث تفرض ساحات واسعة وتجتمع كل الأسر في المنطقة في ساحة واحدة للإفطار مع بعض. البلد الثاني اللي راح نزوره اللي هو تركيا. بمجرد ثبوت الرؤية تنطلق الزغاريد، كلنا نعرف الزغاريد هاي في كل بيت، لتعبر عن الفرحة بالبشرة التي زفت إليهم ببدء الصوم في اليوم التالي. وتنطلق في البيوت أيضا روائح جميلة من المسك والعنبر والورد من جراء نثرها على عتبات الأبواب والحدائق المحيطة بالمنازل طيلة أيام شهر رمضان المبارك. المكان الثالث اللي حنزوره اللي هي أوزبكستان، حيث يتم التحضير لحفلات إفطار جماعية يتم فيها دعوة الأصدقاء والأهل والجيران. وعادة أوزبكستان فيها اللي هو الحي، اللي هو قسم اللي بيكون الجميع بيشترك فيه في مكان في الحي زي كوميونيتي سنتر، بتجمعوا فيه دائما، بيحاولوا يفطروا مع بعض الأعياد والأفراح مع بعض. دائما بتكون لازم ذبح الخرفان على الإفطار، وهذا شيء مقدس عندهم، ويقدم مع أرغفة الخبز الكبيرة الحجم التي يجب أن تحضر في المنزل. عادة بتكون زي النان هيك، بس بتكون كبيرة، تحضر مع الزيت والحليب، ولا يمهل طبعا تحضير مائدة تشمل جميع أنواع الشاي الأسود، وهذا شيء مهم في أوزبكستان. البلد الثالثة اللي حنزورها اللي هي إندونيسيا، اللي تعتبر يعني مكان كبير لعدد المسلمين في العالم، يمكن أكبر دولة في العالم. تستقبل الحكومة الإندونيسية رمضان بمنح إجازة للطلاب في المدارس لمدة أسبوع كامل عشان يتعودوا على الصيام، خاصة الأطفال الصغار. ولكن أكثر مظاهر الاحتفالات برمضان هو قرع الطبول التقليدية المعروفة باسم البدوق، وهذا مشهورة في هذه الدولة. المكان اللي بعده اللي هي باكستان. باكستان أيضا تعتبر من الدول المسلمة، ولكن أغرب التقاليد اللي بيقوم فيها أهل مدينة بيشاور الباكستانية، التي تشتهر بإقامة حفل عرس تجمع فيه الأطفال اللي يقومون بالصوم لأول مرة. هذا شيء جميل لتشجيعهم على الاستمرار بالصوم. والعادة أكثر غرابة هي مسابقة حرب البيض المسلوق، هاي مسابقة مشهورة في بيشاور التي لابد أن تقام على مدار شهر رمضان، وهي لعبة تبدأ في المساء وتنتهي عند موعد السحور، وتعتمد فوانيسها قوانينها سوري على إمساك أحد المتسابقين الشباب ببيضة مسلوقة ويضرب بها الآخر التي في يده في يد خصمه بهدف كسره حتى يتأهل للمرحلة اللي بعدها. حكينا عن قصة غريبة كمان في حلقة العراق المحيدس، هاي قصة برضو مشابهة لها، يعني لعبة هيك بيستخدموها. البلد اللي بعده ماليزيا، وهي أيضا عدد من المسلمين الكبير فيه. تعتكف عادة الإدارات المحلية على تنظيف الشوارع عقب استهلال هلال شهر رمضان. هذا مهم جدا في ماليزيا، استقبال الشهر زي ما بيحكوا على شوارع نظيفة، وتقوم بنشر الزينة الكهربائية. زينة رمضان تنشهر في عدد كبير من الدول، ولكن هناك في الميادين العامة احتفالات باستقبال هذا الشهر الكريم، تشتهر الزينة الكهربائية. ومن العادات الغريبة أيضا حرص النساء على الطوف بالمنازل لقراءة القرآن ما بين الإفطار والسحور، يعني بيحملوا القرآن وبصيروا يدوروا في المنازل، وهذا شيء غريب يعني، ولكنه شيء جميل بشكل عام. البلد اللي بعده اللي حنزوره اللي هو نيجيريا، وهو بلد مسلم أيضا أو ذو أغلبية مسلمة. غير مقبول في نيجيريا أبدا إفطار أي أسرة
بمفردها. لابد أن تجتمع الأطعمة التي يتم إعدادها في كل منزل، ويتم تقسيم الموائد أمام أقرب منزل إلى جزئين، أحدها للرجال والآخر للنساء. ولكن الأغرب هو حرص كل أسرة على استضافة أحد الفقراء يوميا على مائدة الإفطار، وهذا النوع الجميل من التواصل والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان. يعني من أفضل الأشياء اللي أسمعها دائما هو الصدقة وإسعاد المحتاج. ثانيا، من أفضل العادات رغم صعوبتها، هي العادة اللي يقوم بها الشعب الموريتاني وحرصهم على قراءة القرآن كله في ليلة واحدة. يعني أنت، إحنا عادة عندنا عادة إنه نقرأ القرآن خلال شهر رمضان، لكن أهل موريتانيا بيحاولوا إنه يقرأوا القرآن كامل خلال ليلة واحدة. كذلك الموريتانيين عندهم عادة بحلول شهر رمضان بالأيام الأولى بحلقوا الرؤوس كاملة قبل حلول شهر رمضان حتى يتزامن نموه من جديد مع أيام الشهر المبارك، ويسمى شعر رمضان. يعني بحلقوه قبل أيام، ولما يبدأ الشعر البسيط هذا بيبدأ في شهر رمضان فيعتبروه شعر رمضان. كما تقوم بعض الأسر أيضا بتأجيل زفاف أبنائها لأيام هذا الشهر تيمنا به وتفاؤلا بالاستمرار بالزواج للأسرة الجديدة. الدولة التي ستليها هي المغرب. يقوم أهل المغرب بضرب النفير 7 مرات للسحور بمجرد التأكد من ظهور هلال شهر رمضان، ويقال أنها سنة بين الناس بالتهنئة بجملة عواشر مبروكة، وهي كلمة موجودة عندهم بأهل المغرب. طبعا أي أيام مباركة ودخول شهر مبروك، وخاصة في العواشر، لأنها تعتبر العواشر 3 اللي هي 10 الرحمة و10 المغفرة و10 العتق من النار. طبعا أهل المغرب عندهم عادة أخرى غريبة، وهي الإفطار على الحلو. يعني إحنا عادة نفطر على الموالح، الشوربة، هم بفطروا على الحريرة، ولكن يفطروا على الحلو، يعني على الحلويات، وبعدين يروحوا يصلوا، وبعدين الأكل الموالح عادة يأتي بعد التراويح. مسلمين الصين حيكون لهم برضو عادات طبعا بحرصوا عليها، وهو يحرص مسلمين الصين على عدم تناول طعام الإفطار إلا بعد الصلاة. وهذه يعني مهمة جدا. يعني عادة بيفطروا على تمر وثم يخرجون إلى الصلاة ويعودون بعدها للإفطار. ممكن عادة إحنا نشرب التمر مع الحليب أو اللبن، هم بيشربوا التمر مع كوب من الشاي المحلى بالسكر، ويحرصون على أن لا تخلو المطابخ الإسلامية الصينية من الكعك والحلويات المحلية. طبعا هاي أهم عادات هيك غريبة جمعنا لكم إياها من عدد من الدول. إن شاء الله تستمتعوا، كل عام وإنتم بخير وينعاد عليكم، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد. سلام عليكم.